تظل أهم الأخبار مع قناة النبأ. أهلا بكم. صدت قوات مجلس الشورى ثوار بنغازي صدت هجوما شنته ميليشيات حفتر في محور سوق الحوت ببنغازي. مصدر من المجلس قال للنبأ إن اشتباكات عنيفة تجددت مساء أمس بين ميليشيات حفتر وقوات المجلس على خلفية محاولة الأولى تقدم بالمحور ناحية سيدي خريبيش. وأضاف المصدر أن الطيران الحربي التابع لميليشيات حفتر شن 3 غارات جوية على منطقة سيدي خريبيش وسوق الحوت، مضيفا أن طائرة رصد أجنبية كانت مرافقة لطائرة القصف، فيما أكد المصدر أنه لا وجود لخسائر بشرية في صفوف المجلس. أفاد قيادي بسرايا الدفاع عن بنغازي منصور الفايدي أفاد قناة النبأ بإسقاط طائرة مروحية تابعة لميليشيات حفتر بمنطقة المجرون. الفايدي أكد أن طاقم المروحية 4 لقوا مصرعهم بعد إسقاطها بصاروخ حراري من قبل مقاتل السرايا. من جهته أوضح مصدر آخر أن الطيارين 4 من بينهم عنصران أجنبيان تم التعرف على هوية واحد منهم وهو من المنطقة الشرقية. أحبطت القوات التابعة لعملية البنيان المرصوص هجومين شنهما عناصر تابعين لتنظيم الدولة في مدينة سرت. المكتب الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أوضح أن قوات غرفة العمليات أحبطوا محاولة لتقدم أفراد التنظيم باتجاه قاعدة واجادوغو مدعومة بدبابة، حيث تم التعامل معها من قبل سلاح الجو التابع لغرفة عمليات الطوارئ للعملية. كما أكد المكتب الإعلامي للعملية أحباط محاولة لمجموعة أخرى التسلل بين حيي الزعفران و700. عبر 16 عضوا بهيئة صياغة الدستور عن استغرابهم من تصرف عدد من أعضاء الهيئة بالإعلان في تونس عن الانتهاء من صياغة مشروع الدستور. المواقعون على البيان أكدوا أنه لم يتم اعتماد أي مسودة، وأن المسودة التي تحدث عنها البعض مطعون فيها أمام القضاء، منبهين إلى أن ما يجري تمريره بتونس يعد عملا غير قانوني ومخالفا لما جاء بالإعلان الدستوري. وعبروا عن أسفهم لموقف البعثة الأممية وعدم التزامها الحياد وتبنيها موقف البعض بتقديم الدعم لهم، ما سيؤدي بنتائج وصفها بالوخيمة على مستقبل العملية الدستورية. ختام الموجز، إلى اللقاء.